بنقفل في المرتبة اهوت زي ما انتوا شايفين. تمام، دي المرتبة بعد ما خلصت بتتقفل بعد القط، وبعد كده هنخش على المرحلة التانية اللي هي المرحلة ديت. تمام، زي ما انتوا شايفين ده اللون اللي هي ايه اختاريته لتركيب المرتبة. شغله كويس والشغل سريع زي ما انتوا شايفين. المرتبة ما خدتش وقت، الله يخليك يا ابو عمر. الناس كلها خد يعني. قول له كلمه، عايزك تكلمه قول له. قول له ايه رايك في شغل عم محمود ده استاذ؟ بعتنا لي الهلال والنجم في مصر الجديده في الفيلا، عمل لهم كذا مرتبه. هو يا جماعه قدامكم رفع راسه يعني. الله يبارك. ايه طلعني في الاذاعه على التلفزيون؟ طلعت اهو ولا طلعنا فوق؟